تحكم التام في القوى الباطنيه كل واحد منا له ثلاث قوى باطنيه هذه القوى الباطنيه لها تجليات ولها مظاهر القوه العقليه اولا القوه الغضبيه ثانيا القوه الشهويه ثالثا الفرد هل يتمكن ان يتحكم تحكما تاما في قوته العقليه وفي قوته الغضبية وفي قوته الشهوي واحد يتمكن يتحكم في قواه الثلاث هذه عملية جدا شاق وجدًا مشكلة لأن التحكم في هذه القوى الثلاث ليس فقط في الظاهر وانما حتى في الباطن وكثيرا ما يلتبس الامر على الفات اذا راى انه بش وهش وانه يحترم الاخرين وانه يفسح لهم في المجالس وانه يبداهم التحيه يظن انه بلغ غايه الاخلاق وانه رجل اخلاقي يلتبس الامر حتى على نفس الانسان بينما هذا الفرد فاقد للاخلاق عديم للاخلاق بالمعنى الثاني بما لها من الشمول وهذه نقطة محورية أنه نحن في بعض الأحيان نظن أننا مستجمعون للصفات الأخلاقية، لأنه تعاملنا الظاهري مع المجتمع تعامل أخلاقي، هذه تمس سل جزءا من الأخلاق الفرد الذي هو عبد قوته الشهوية هذا فاقد للأخلاق حتى إذا ما يظهر يحب المقام هذا عبد المقام أربعين عام يمشي ويركض لأجل المقام هذا عديم الأخلاق الفرد المعجب برأيه، هذا عديم الأخلاق، الفرد الذي يظن أنه عقل الكل وأنه لا يحتاج إلى الآخرين، مو ضروري أن يظهر ذلك باللفظ، هذا ينعكس في عمله، هذا فاقد للأخلاق.